الستيج مفتوح. أبطال كرمنيسية. $60 كاش. أبو فراس المشارك الأول. عم سليمان ثاني. انت ويا من انت؟ عنصري. تعال نبي تعال ساعدني. تعال بالمقابل بعطيك $10 ما مشكلة. بعد اثنين من يغامر؟ يلا معودين. ماكو؟ النسوان الرجال يلا 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 تفضلي أمثال كرميسية. يعطيكم الشطر الأول والمثل يتكون من مقطعين، راح أعطي المقطع الأول وتكمل المقطع الثاني. أمثال مشهورة جدا. منو خالدة؟ بعد واحد يلا أختنا عزيزة والله ما أعرف اسمك. عارفينها باسمك؟ أيفاء تفضلي. إذا جاهزين؟ دوري كن عادل ها؟ لا تسوي ليش؟ السؤال المثل الأول. الأسرع ياخذ نقطة، أوكي؟ دوري. وين المثل؟ وين المثل؟ أنا أقول المثل بعد زين. خلي يشوف راح أقول المقطع الأول تكملون المقطع الثاني، الأسرع الإجابة صحيحة زائد واحد، أوكي؟ لخمة ليه بكوارة كمل. لخمة لا تعرفوا شنو لخمة؟ ليه بكوارة. الكوارة هو موضع اللي يوضع به الخبز. لخمة ليه بكوارة أكمل مقطع المثل. ما علي هذه المثل ابو فراس اللي جاء بدون نقاش بدون تعارف. انت اقول لك كمل المثل، اتعلق على المثل، صحيح ما صحيح هذا الموجود. انا ما من عندي جايب هذا المثل، هذا من 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 كتب. واحد كتاب صدر من افكار كرمسية هو القصي المصلوب. السؤال خطا. بعدين ناقش بيه هذا. خلي بعدين نروح على المحكمة ونناقش بيها اليوم. يلا لا اذا تريد تشارك على هنا لا ترفع ايدك من هنا. ما تعرفون؟ زين نرجع للجمهور. الجمهور يلا صفاء. لا اريد المثل كما هو كما انزلت الايه. يقال لمن ليس لديه إمكانية عمل شيء كبير. زين اجي هيلي وني هيلي. لا انتو سباعين من مكانكم قولوا لنا تعالوا. ايدك ودم شيء. خلي يسمعنا ايفا دقيقة. ايدك ودم شيء صحيح. بعد Thank you.
سوي صحيح؟ والله تتخوف. المثل الرابع برمثة كبت الكمة ترى إذا غلط ناقص واحد برادك قلطة يمة وبرادك قلطة مخ يمة زايد واحد قالي انتي جاية قالي الكتب جاية لا لا الحق يقال هذا الأسرع والأصح ما مشكلة خلي نخلص أنا بدي أسوي مسابقة بالأمثال زين بالعقل مستعد أتحداك يلا أوكي الخامس مخيا بدانا شنو؟ بعد صحيح مخيا بدانا وكوخو بهندرانا شوكة ايش تشتنا شوكة؟ كان اصفر مرة والثاني احمر طب خلي بالك يا سعادة قايمة لمن يقال المثل؟ الهندلانة شنو الهندلانة؟ من يعرف الهندلانة شنو؟ أنا كده بقى الهندلانة هندلانة شنو؟ هاي المعرض هندلانة شنو بسرعة؟ من يعرف هندلانة شنو؟ هندلانة هي كلمة بالسورة ترى مو يعني غريبة بس بصراحة ما أعرف معناها شنو خلينا نشوف المثل لمن يقال دماغي يبدأنا وكوخذ هندلانة يطلق على من يبث الإشاعات ويثير الفتن. هذا الشيء الذي يحرك ماذا؟ اعتقد الخشب، مادة خشبية هي، يد خشبية. وصلت الفكرة، اوكي. هذا سهل هذا، اعتقد راح يصير يجمع علي، بس راح اطول عليك يمين. من يعالق؟ من يعالق؟ أربع كلمات اثنين كل زمان اثنين. أربع كلمات مثل اثنين كل زمان من يعالق بعد أخذ كلمتين اللي تحمل مع مثل. أبشارة. من يعالق أبشارة. لا. لا دقيقة لعبوا خمس كلمات هو. من يعالق زاقة؟ عقب بعد وين عقب بعد فقط السابع شوية الخلدة لمري شوية الخلدة سبع ابناء الخوال الخالات شوية
عليك نجي عليك صبرا عليا صبرا عليا شوية الخدة لبلي استخدم الجوجل استخدم الجوجل يلا ما يخالف لا كل الناس بس الدنا شوية الخدة لبلي لا شوية الخدة لبلي بطني خطين بردة طين بردة يعني كلش خفيف المثل يقال لعدم تقدير من العون من قبل الاخر في الاوقات الصعبه لانه سبع جايين على طين بردة يعني كلش خفيفه هذه ما اوكي عندنا الثامن هاي عن النساء عن النساء هاي إيبا مقصر صرا إيبا مقصر صرا يلا كمل إيبا يعني المرأة أو البنت إيبا مقصر صرا يعني حجمها صغير لكن فعلها كبير هاي من عندي مثل بس تكمل المثل الأصلي هي إيبا مقصر صرا من يعرف من الجمهور منى يلا منى وينك ما تعرفين من زين صبري اكو احد هذا اللي يحزرها اعطيني عندي 20 دولار 20 دولار من عندي مع خالد على قبل الجماعه ايبا بتقص صرا لا على نفس الشاكله المقطع الثاني على نفس الشاكله المقطع الاول إذا كافي إذا أنا معك طبعاً إيبا مقص صرا ومعك قد أسرة يضرب على شخص على صغير الشان في المجتمع ويتحدث كأنه ذو شأن عالي آخر مثل أود ناظر السير الخموس كاكل كاكل خمرة شات خمرة لكن انه حلوي الحث على الصبر في الحياة وعدم الاستعجال في الامور نقطة ابو فراس وخلي يشوف النتيجة تسليمات تقرا هيفاء واحد حل اثنين سليمان ما تقول خالد اثنين اذا تعادل بين حنا وخالدة زين بما انه صار تعادل راح تترك كده عربية راح اعطيكم بالعقل انت يعني اسمحونا خلي نشوف المال يلا بالعربي لازم انا اذكر العربيه نسيتها بالصيف أربع كلمات في الصيف إيش صار؟ ما بعرف من يعرف؟ ضيعت اللبن هي طبعا أمثلة عربية كلها فيها مناسبات للقول رب رمية رب رمية نافعة رب رمية من غير رام نور خير هاي رب صدفة خير من الجميعات هاي تفرق عليه